ثمانية عشر 2012 هلا عمليات ابو الحامي هلا عمليات ابو ابراهيم لجوا يلا تفقد الحاجز الاوروبي منطقة المحررة اللاذقين هاي التفقد مناطق المحررة ريف اللاذقية العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر هذا مستودع الأسلحة لعصابات الأسد هاي فاصلة الشبيحة العميد أحمد الحان هاي الأمير العسكري الساحل العقيد هذا جيش الحر في يد الأسعد الله أكبر الله الحمد